السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة ميعادنا مع المحاضرة السابعة في كورس الكاد، وتكملة المحاضرة اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيها عن المولكيولار داينامكس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو تفتكروا أنا بس هفكركم سريعا كده، عشان محاضرة النهاردة مرتبطة شوية بالمحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت. احنا قلنا المره اللي فاتت ان الداينامكس بيتميز شويه عن الملوكولار دوكينج ان هو بيديني انطباع او صوره اشمل للليجنت، للبيهيفيور بتاع الليجنت بتاعي داخل البروتين، وبيديني كمان انطباع او صوره عن البيهيفيور بتاعه البروتين. ودي حاجه مميزه للداينامكس عن الدوكينج. الدوكينج بيبقى ريليتد اكتر للليجنت، بيتكلم لي اكتر او بيعمل فوكسنج اكتر على الليجنت، في حين ان الداينامكس بيتكلم لي على البروبرتيز بتاعت او البيهيفيور بتاعت الليجنت مش لوحده بقى كمان، لا والبيهيفيور بتاع البروتين معاه. ولو تفتكروا اهو انتوا في الصوره ديت زي ما انتوا شايفين اهو، بايه بيديني انطباع عن حركه او البيهيفيور بتاعت البروتين ده الليجنت اللي هو باللون الاصفر دوت، تمام، وبيديني برضو انطباع عن البيهيفيور او حركة البروتين، ستابيليتي بتاعة البروتين. طبعا لو تتذكروا احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان طبعا الاول الصورة ديت اهو بتمثل، انت شايفين كده الليجنت اهو بدأ يدخل في البروتين، تمام. طبعا البروتين تأثر بوجود الليجنت، بدأ يتحرك واختلف حركته في وجود الليجند عن مكان البروتين ده لوحده من غير الليجند. الكلام ده خلاص قلناه المره اللي فاتت. برضو لو تفتكروا ان قلنا ان الموليكولار داينامكس دوت هو عباره عن تراجكتوريز، تمام، وكل تراجكتوري ده في مجموعه من الفريمز. برضو عشان اوضح ايه قصه الفريمز اهو، ده الفريمز دي بتبقى عاده ان فانكشن اوف تايم، يعني بتبقى بدلاله الوقت. يعني ايه؟ يعني الليجند بتاع ات زيرو تايم، يعني لسه هو داخل في البروتين عند زيرو نانو سكند من السيميليشن كان فين اهو، بعد 10 نانو سكند ده فريم تاني اهو بقى شكله ايه هو والبروتين، بعد 18 نانو سكند. طبعا كل ما اتفقنا قلنا المره فاتت كل ما زاد السيميليشن تايم كل ده بيديني صوره اوقع او انطباع افضل عن البيهيفيور بتاع الليجند والبروتين. فدي كل دي فريمز، تمام. فمثلا احنا حتى بنعمل كده ان احنا بنقول مثلا انا عملت السيميليشن تايم بتاعي لحد 150، احط له الفريم بتاع الليجنت داخل البروتين عند 150 نانو سكند. ليه؟ عشان اثبت له ان عند اخر وقت للسيميليشن تايم كان اخر فريم عندي كان فيه الليجنت ما طلعش من البروتين، كان ستيل تنيه موجود داخل البروتين بتاعي. طيب لو تفتكروا المرة اللي فاتت ان احنا طلعنا من حاجات او اتكلمنا على حاجات بنطلع منها من المولكيولار داينامكس زي الار ام سي دي والار ام اس اف، واتكلمنا عن الار ام سي دي بانواعها المختلفة سواء كان بروتين ار ام سي دي او بروتين ليجند ار ام سي دي او ليجند ار ام سي دي، واتكلمنا برضو عن الار ام اس اف ومدى اختلافها عن الار ام سي دي. من الحاجات المهمة جدا جدا اللي بنطلع منها من المولكيولار داينامكس هي البروتين ليجند كونتاكت، تمام، وده بنمثله او يعني بنعمله ريبريزنتيشن بحاجتين، بحاجه اسمها الهيستوجرام وحاجه اسمها الهيت ماب، تمام. طيب الهيستوجرام ده من الاخر ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن بار تشارت بيعمل لي كورليشن ما بين الانتر اكشن فراكشن بتاع الليجند بتاعي الفلاني مع الريزيديو امينو اسيد اللي في البروتين. طيب نوضح الصورة، نوضح، ناخد مثلا وليكن البار دوت، تمام، ده معناه ايه البار دوت او العمود دوت اللي موجود في الهيستوجرام؟ انا عندي اهو زي ما قلنا خلاص ان في الانتر اكشن فراكشن ده على الواي اكسس، وعندي ريزيديوز امينو اسيد اللي هي على الاكس اكسس. وقلنا خلاص في القصه بتاعت الريزيديو امينو اسيد ان قلنا عباره عن البروتين عباره عن سلسله، وكل سلسله ديت عباره عن حلقات، وكل حلقه ليها ترقيم 1 2 3 لحد بقى بروتين، والله ممكن يكون فيه 500 امينو اسيد، في بروتين ممكن يكون فيه 1000 امينو اسيد على حسب طول او اللينس بتاع البروتين بتاعي، تمام. فقلنا مثلا هناخد البار ده كمثال، فانا عندي مثلا هنا ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الليجند بتاعك
بيشبك بانتراكشن فراكشن قول مثلا هنا 0.7 مع الامينو اسيد وليكن اللي هو هنا مثلا فالين، نقول مثلا ده فالين 236. طيب حد فاهم حاجه؟ اكيد لا. يعني ايه برضو الكلمه؟ لا الكلام او الجمله اللي انا قلتها دوت، الكلام الجمله اللي انا قلتها معناها ان عندي الليجند بتاعي بيعمل حوالي تقريبا 70% انتر اكشن اثناء السيميليشن تايم بتاعته مع الفالين امينو اسيد، تمام، مع الفالين اللي هو بالتحديد كمان الريزيديو رقم 236. تمام. طيب ناخد مثال تاني، البار دوت واللي فيه فيه الوان مختلفه، متقسم على 3 اجزاء كل جزء لون مختلف. ده عامل انتر اكشن فراكشن تقريبا واحد تقريبا، ماشي، مع وليكن ده سيستاين 239. يعني ايه؟ يعني في حوالي 100% من السيميليشن تايم بتاعي عامل انتر اكشن مع الليجند دوت، عامل انتر اكشن مع السيستاين 239. طب واحد هيقول لي انا كده الكلام مش مفهوم، ازاي واحد يعني مره بتقول لي 70% مع مثلا الفالين، ومره بتقول لي 100% من السيميليشن تايم مع السيستاين 239؟ احيانا الانتر اكشن فراكشن كبرسنتج بتبقى اعلى من 100%، لان الليجند بتاعك بيشبك على الامينو اسيد من كذا ناحيه. يعني ايه؟ يعني الليجند بتاعك يشبك مع الامينو اسيد كذا مره باكتر من طريقه. مره يشبك معاه من الـ مثلا ال NH2 التيرمينال NH2 بتاعت الامينو اسيد، ومره يشبك معاه مثلا مع الكربوكسيليت تيرمينال بتاعت الامينو اسيد. فعشان كده هنا البرسنتج عادي جدا لما تتجاوز ال 100%. تمام، دي اول نقطه. طيب النقطه الثانيه في البار بتاع السيستاين ده، زي ما قلت لك في 3 اجزاء كل جزء بيمثل لون. دي ايه الالوان ديت؟ اللون الازرق ده بيقول لك ان هو مش كل الانتر اكشن اللي عاملها مع سيستاين ديت كانت ايه انواع الانتر اكشن، ايه نوع البوند، كانت كلها حاجه واحده ولا انواع مختلفه؟ لا انواع مختلفه. اللي باللون الازرق ده كان عامل بيه ووتر بريدج، حاجه اسمها نوع من الانتر اكشن. كمان شويه ادوني كمان كام سلايد واقول لك يعني ايه الووتر بريدج دي. عامل انتر اكشن مع البروتين من خلال كوبري، من خلال وسيط اللي هي الميه، فبيقول عليها ووتر بريدج. او الحته اللي باللون الرمادي ديت، دي بتمثل هيدروفوبيك انتر اكشن، او الحته اللي باللون الاخضر ديت فاتح اللي هي بتمثل الهيدروجين بوند. طب مين البريدومينيتنج اكتر؟ مين اللي حجمه اكبر؟ اللي باللون الازرق. يعني اغلب الانتر اكشن اللي كان عاملها مع سيستاين 239 كان من خلال الووتر بريدجز. طب المثال اللي قبله اللي كنت قايل لك عليه اللي هو مع الفالين، كان في الانتر اكشن اللي عمله مع الفالين كان في كذا نوع من الانتر اكشن ولا نوع واحد؟ لا كان نوع واحد اللي هو ووتر بريدجز. طيب في البار تشارت ده مين اكتر امينو اسيد كان الليجند بتاعي عامل معاه انتر اكشن؟ بالظبط، برافو، هو دوت البار تشارت ده، او الاسف البار دوت بالتحديد هو ده اطول بار الانتر اكشن فراكشن بتاعه تقريبا 1.1. يعني حوالي عامل الليجند بتاعي 110% من اوف ذا سيميليشن تايم، يعني كان عامل انتر اكشن مع الامينو اسيد ده اللي هو مين؟ الانين 248. تمام، يبقى بالراحه كده الهيستوجرام بتديني انطباع عن اكتر امينو اسيد الليجنت بتاعك كان شابك عليه خلال السيميليشن تايم، واللي هو هنا في المثال بتاعنا ده كان الانين 248. وبيديك ايه هو بالتحديد الامينو اسيد دوت، وقد ايه الانتر اكشن فراكشن بتاعه، وايه انواع الانتر اكشن. هل هو كان عامل انتر اكشن بنوع واحد من الانتر اكشن ولا كذا نوع انواع مختلفه؟ هل هي هيدروجين بوند؟ هل هي هيدروفوبيك؟ هل هي الاثنين؟ هل كذا نوع زي مثلا ووتر بريدج؟ تمام، زي هيدروفوبيك، زي ايونيك، كل دي انواع مختلفه. كل ده انا عرفته منين؟ من الهيستوجرام. فبالتالي كده تلخيصا انا عندي في الهيستوجرام دوت كان اكتر امينو اسيد الليجند بتاعي كان بيشبك عليه في البروتين هو الالانين
امينو اسيد اللي هو بالتحديد مش اي الانين، الانين ريزيدو رقم 248 في السلسله الطويله بتاعه البروتين. وعرفت ان هو كان عامل انتراكشن فراكشن حوالي تقريبا 110%، يعني 110 من السيميشن تايم كان من الليجنت انتراكشنز كانت مع الانالين 248. وقلنا ان هي دي حاجه مش غريبه ان هو تكون اكتر من 100%، لان هو كده معناه انه كان بيشبك مع الالانين باكتر من مكان في الالانين، مره مع ال NH2، مره مع مش عارف مثلا الاكسجين بتاعت الكربونيل، مره بتاعت الكربوكسيليت، فده بيخليها التشابك معاه باكتر من طريقه بيخلي البرسنتج احيانا تعدي ال 100%. تمام؟ عرفت ان هو بيعمل انتر اكشن كمان بجانب ان هو مع الالانين اكتر انتر اكشن، عرفت ان هو بيعمل انتر اكشن معاه من خلال اللون الازرق ده اللي قلنا عليه ووتر بريدج، والاخضر الفاتح اللي هو هيدروجين بوند. طب مين الاكتر، اللون الاخضر ولا اللون الازرق؟ لا اللون بالظبط، برافو، اللون الاخضر. تمام؟ فبالتالي اقدر اعرف ان هو كان اغلب الانتر اكشن اللي كان بيعملها مع الالانين 248 كانت من خلال هيدروجين بوند، مع جزء اقل من مع الالنين 248 من خلال الووتر بريدجز. تمام؟ تعالوا نشوف كل الكلام اللي انا قلته اهو، ده مكتوب قدامكم، شوف بس لو في حاجه انا نسيتها. كل الكلام ده انا قلته. طبعا انواع الانتراكشن هو يعني بيقسمها زي ما هنشوف كمان برضو شويه بالتفصيل، هنتكلم عنها بالتفصيل، الهيدروجين بوند والهيدروفوبيك انتر اكشن والايونيك انتر اكشن والووتر بريدجز. تمام؟ كل الكلام ده انا قلته اهو. لو في واحد عامل انتر اكشن فراكشن بتاعه كان 0.7، يعني معناها ان حوالي 70% من السيميليشن تايم كان عاملها مع سبيسيفيكالي كان مع الامينو اسيد الفلاني ديت. تمام؟ ولو زادت عن واحد دي حاجه منطقيه، مش حاجه غريبه، مش حاجه قط. تمام؟ ليه؟ لان هو ممكن يشبك قلنا مع الامينو اسيد من كذا ناحيه، يبقى في مالتيبل كونتاكت مع نفس الليجند. كل الكلام ده انا قلته خلاص. نبدا نتكلم على الروابط بتاعتنا اللي الليجند بتاعي ممكن يعملها مع البروتين. طبعا اشهر رابطه من الحاجات اللي ممكن يعملها الليجند مع البروتين هي الهيدروجين بوند. طبعا ان الهيدروجين بوند زي ما احنا عارفين من اشهر الروابط اللي الليجند بيعملها مع البروتين، وعشان كده بنقول عليها من ليها سيجنيفيكانت رول في الليجند بايندنج. واتكلمنا عن الهيدروجين بوند قبل كده في المحاضرات اللي فاتت، وقلنا ان هي من الويك بوندز. ولو تفتكروا ان بتبقى حاجه من اتنين، يا اما هيدروجين بوند دونر، في عندي الحاجات اللي بتعمل هيدروجين بوند ديت بتبقى عندي جزء بيبقى هيدروجين بوند دونر، وبيبقى في المقابل هو الهيدروجين بوند اكسبتور. ولو تفتكروا ان الهيدروجين بوند دونر قلنا غالبا يعني مبيبقاش دائما يعني، لكن اشهرهم يعني ان هو يكون عندي اكسجين او نيتروجين عليهم اتش، فده بنقول عليه هيدروجين بوند دونر. لكن لو عندي اكسجين او نيتروجين عاملين دبل بوند زي الاكسجين او تريبل بوند زي النيتروجين، يعني من الاخر ما عليهمش هيدروجين، دي بتشتغل او اكت از هيدروجين بوند اكسبتور. فنفس القصة بنقسم الهيدروجين بوند كانتر اكشن للليجند بيعمله مع البروتين الى اربع انواع. هل الليجند دوت بيعمل هيدروجين بوند انتر اكشن مع الباك بون بتاع البروتين ولا مع السايد تشين بتاعة البروتين؟ وقلنا خلاص الفرق بين الاثنين المحاضرة اللي فاتت، الباك بون والسايد تشين. فعشان كده بنقسم الهيدروجين بوند الى باك بون هيدروجين بوند دونر وباك بون هيدروجين بوند اكسبتور، يعني كده في الحالتين هو بيعمل انتر اكشن مع البروتين باك بون، او سايد تشين دونر او وي سايد تشين اكسبتور. ودي في الحالتين ان عندي الليجند بيعمل هيدروجين بوند مش مع الباك بون ولكن مع السايد تشين بتاعت البروتين. تاني انواع من الانتر اكشن اللي بنتكلم عليها الهيدروفوبيك انتر اكشن. تمام؟ وعادة الهيدروفوبيك انتراكشن طبعا الانتراكشن بيبقى حاجة حاجتين مع بعض، حاجة قصاد حاجة، بتعمل انتراكشن مثلا اللي هو هنا في الحالة ديت الليجند مع بروتين. قد يكون انتراكشن لايبوفيلك مع لايبوفيلك، فساعتها بنقول عليها باي باي ستاكينج. أو يكون جزء لايبوفيلك مع حاجة كاتيونيك، ساعتها بنقول عليها باي كاتاين انتراكشن. تمام؟ أهو. يبقى أنا عندي الباي باي ستاكينج حاجة لايبوفيلك مع حاجة لايبوفيلك، وليكن مثلا الهيدروفوبيك أمينو أسيد
مع حاجه لايبوفيليك من الليجند زي اروماتيك او اليفاتيك جروب اوف ليجند، تمام. والباي باي ستاكينج دوت اهو، ده مثلا حاجه لايبوفيليك اروماتيك رينج مع حاجه لايبوفيليك ادي اروماتيك رينج، يا اما يكون فيس تو فيس اهو وشهم لبعض، او ايدج تو فيس، ايدج تو فيس او فيس تو ايدج، تمام، ميبقاش وشهم لبعض. ده النوع، والاثنين دول طبعا باي باي ديستاكي. طيب والباي كاتاين انتر اكشن ده عاده زي ما قلنا بيكون مثلا لايبوفيليك بورشن زي مثلا الامينو اروماتيك رينج لامينو اسيد في البروتين مع كاتايونيك سايت في الليجند، زي اهو الكاتايونيك سايت بتاع الاستايل كولين اللي هو كواترنري امونيوم تيرمينال ديت بتاعت الاستايل كولين مع الاروماتيك رينج بتاعت التريبتوفان. خلاص دي قلناها، يا اما الباي باي ستاكينج يا اما يكون فيس تو فيس او فيس تو اتش. طيب الايونيك انتر اكشن برضه تالت نوع من الانتر اكشنز المهمه اللي ممكن الليجند بتاعي يعملها مع البروتين، اللي هو الايونيك انتر اكشن او بيقولوا احيانا عليها البولر انتر اكشن، تمام. الايونيك انتر اكشن في الطبيعي ما بين الذرات، ان انا عندي ذره بتفقد الكترون فيبقى عليها بوزيتيف تشارج، والذره الثانيه اللي هترتبط بيها بتاخد هذا الالكترون فيبقى عليها نيجاتيف تشارج، ويحصل الكتروستاتيك انتر اكشن ما بين البوزيتيف والنيجاتيف زي مثلا الصوديوم كلورايد. لكن عندي في هنا في حاله الليجند بقى بروتين، انا بيبقى عندي حاجه انايونيك مثلا على الليجند مع حاجه كاتايونيك مع البروتين ويعملوا ايونيك انتر اكشن، او العكس حاجه انايونيك على الليجند مع حاجه كاتايونيك على البروتين، تمام. فده بنقول عليها ايونيك انتر اكشن او بولر انتر اكشن، اهو تو اوبوزيتلي تشارجد اتومز، تمام. طبعا ما فيش فيها اي نوع من الهيدروجين بوندينج. برضه نفس القصه، بنقسم الايونيك انتر اكشن لحاجتين. والله لو هو كان الليجند بتاعي بيشبك مع الباك بون بتاع البروتين فبقول عليه باك بون ايونيك انتر اكشن، ولو كان الليجند بتاعي بيشبك مع السايد تشين، مش الباك بون بقى، مع السايد تشين بتاع البروتين، ساعتها بقول عليه ايونيك سايد تشين انتر اكشن، تمام. اهو انا عندي مثال للبولر او الايونيك انتر اكشن، عندي الدراج بتاعي اهو دوت، ده انا جايب لك بس صوره من اخره، الدراج ده ليه تكمله يعني، تمام. ده في نيترو جروب عليها بوزيتيف شارج النيتروجن، تمام، عملت ايه ايونيك انتر اكشن مع حاجه مثلا نيجاتيفلي تشارجد على التايروزين تي واي ار، ده اللي هو التايروزين امينو اسيد، تمام. فده شكل من اشكال الايونيك انتر اكشن. برضه من الحاجات اللي لازم نتكلم عنها او نتطرق ليها اللي هي الكوردينيت بوند انتر اكشن، ودي بتحصل ما بين الليجند بتاعي، تمام، مع ميتال موجود في البروتين. الميتال الموجود في البروتين بيقول عليه ميتالو بروتين. الميتال ده انواع كتير، الميتال اللي قد يكون في البروتين ده ليه انواع كتير، قد يكون مثلا زنك، قد يكون كوبالت، قد يكون منجنيز، قد يكون مثلا كالسيوم، قد يكون كبر، انواع كتيره. اي ميتال موجود في البروتين اللي عليه ميتالو بروتين، ويبدا يعمل لي كو اوردينيت بوند انتر اكشن مع الليجند. واعتقد انا مش فاكر قلتها لكم ولا لا، ان الكو اوردينيت بوند دي شكل من اشكال الكوفالنت بوند، ولكن التشيرنج بتاعت الالكترونز ما بتبقاش من الذرتين، بتبقى من ذره واحده. لو تفتكروا قلنا ان في الكوفالنت بوند التشيرنج بتاعت الالكترونز بتبقى من ذره، الكترون من ذره مع الكترون من ذره تانيه عشان يعملوا الرابطه، لكن في الكوردينيت بوند التشيرنج بتاعه الالكترونز كلها الاثنين بتبقى من ذره واحده، تمام. ولو تفتكروا حتى كمان قلنا المثال الشهير اللي اكيد اخدتوه في الميديسينال اللي هو الميتالو بروتين بتاع الاي سي انزيم، تمام، اللي هو كان فيه عنصر الزنك، كنت بحتاج الدراج بتاعي يكون فيه فانكشنال جروبس معينه عشان يقدر يعمل انتراكشن مع الزنك ويشبك مع الريسبتور ويقفله بشكل كويس، زي قلنا الكربوكسيليت وزي الثيول جروب وزي الفوسفينيت، تمام. كل دي حاجات بتقدر تعمل كوردينيت بوند انتر اكشن مع الزنك. مثلا عندي في المثال ده الميتال هو الكوبالت اهو، والليجند بتاعي عامل معاه كوردينيت بوند، وكمان الميه طبعا، ده الميه اهو، الذره اللي باللون الاحمر، اي حاجه باللون الاحمر حاجه متعارف عليها دوليا، اي حاجه بالذره باللون الاحمر دي اكسجين،
اللون الابيض او الرمادي دي تبقى هيدروجين، وبرضه الكربون بياخد نفس اللون. تمام، لو حاجه باللون الازرق، حاجه باللون الازرق دي تبقى نيتروجين. طب اللون الاخضر دوت، لا ده الباشا اللي هو عامل السيميليشن هو ملونه كده، مفيش مشكله يعني، ده مش حاجه غلط، لكن ده مش بتدل على حاجه معينه يعني. ممكن اخليه اخضر، اخليه احمر، اخليه بلاش احمر يعني، اخليه عشان ما يتلخبطش مع الاكسجين، اخليه مثلا سيموني، اخليه اي لون براحتي خالص. لكن الحاجات الستاندرد هو الاكسجين احمر، النيتروجين ازرق، الهيدروجين والكربون ممكن يكونوا رمادي، واحيانا في ناس بتعملها رمادي فتحاوي تكاد تكون ابيض. تمام، فانا عندي طبعا ده الميه برضو عامل كوردينيت بوند مع الكوبرت. طيب ايه الووتر بريدج اللي قلت لكم هنتكلم عليها بالتفصيل اكتر؟ ودي نوع من انواع الانتراكشن. قد يكون عندي الليجند بتاعي ما بيشبكش مع البروتين بشكل مباشر، لا بيبقى في الميه حشره نفسها ما بين الليجند والبروتين. من الاخر الميه بتبقى كوبري، عشان كده بيسموها عليها، بيقول عليها ووتر بريدج. اهو انا عندي مثلا ده الليجند، خلاص الليجند دايركتلي مثلا من الاكسجين بتاعت الكربونيل دي عامل انتراكشن مع الالانين، ودايركتلي ال ان اتش بتاعها عامل انتراكشن مع اليوسين. تمام، لكن السيستاين والفالين لا مش دايركتلي، في وسيط بينهم اهو، عامله الاول انتراكشن مع الميه، وبعد كده الميه عامله انتراكشن مع السيستاين، او هنا برضو عامله انتراكشن الاول مع الميه وبعد كده الميه عامله انتراكشن مع الفالين، دي ساعتها بنقول عليها ووتر بريدج. طيب يعني ايه الجمله ديت؟ الهيدروجين بوند جيومتري في حاله الووتر بريدج بيبقى مور ريلاكسد عن الستاندرد هيدروجين بوند. الهيدروجين بوند الاول جيومتري ده المقصود بيه الشكل الفراغي بتاع الهيدروجين بوند، يعني ايه من الاخر؟ يعني الديستانس بتاعت الهيدروجين بوند قد ايه؟ البوند انجل بتاعت الهيدروجين بوند دونر، والبوند انجل اللي بتعملها الهيدروجين بوند اكسبتور قد ايه؟ تمام؟ فعادة يعني بيبقى مثلا الديستانس بتاعت الهيدروجين بوند في حالة الستاندر يعني هيدروجين بوند بتبقى اعلى شوية من الووتر، اسف بتبقى اقل، انا اسف بتبقى اقل من الووتر بريدج. تمام؟ والبوند انجل اللي بيعملها الهيدروجين بوند دونر واللي بيعملها هيدروجين بوند اكسبتور بتبقى مختلفه. في الستاندرد هيدروجين بوند اللي هو مفيش بيها الميه بتبقى بريدج مش عامله كوبري، عن اللي هو الووتر بريدج. تمام، قصه كده يعني ما علينا منها، اعرف بس ان الجيومتري هيدروجين بوند جيومتري بتبقى ريلاكسد اكتر، بتبقى الفلكسبيليتي اكتر عن الستاندرد هيدروجين بوند. الستاندرد هيدروجين بوند اللي هو عادي عندي ان اتش مثلا تشتغل كدونر وعامله انتر اكشن هيدروجين بوند دايركتلي على طول على مثلا هيدروجين بوند اكسبتور اللي هو وليكن مثلا اكسجين مثلا. تمام، لكن الووتر بريدج زي ما اتفقنا الليجند وما بينهم وما بين البروتين ميه، ده كده عندي بقول عليه هيدروجين بوند ولكن من خلال ووتر بريدج، مش كده كده مش ستاندرد هيدروجين بوند. فطبعا الجيومتري بتاعته بتبقى مور ريلاكسد. يعني ايه جيومتري؟ زي ما قلنا اللي هو البوند انجل والبوند ديستانس بتبقى مختلفه في الووتر بريدج عن الستاندرد هيدروجين بوند. طيب تاني حاجه لو تفتكروا قلنا في الاول خالص ان الحاجات اللي بطلع منها من الداينامكس اللي هو من اهم الحاجات كمان اللي بطلع منها اللي هو البروتين ليجند كونتاكت، وقلنا ده بنعبر عنه بحاجتين بيمثلهولي، يعني قلنا الهيستوجرام وده اتكلمنا عليه، وتاني حاجه عندنا اللي هو الهيت ماب اهو. وزي ما احنا شايفين بقى مختلف عن الهيستوجرام، الهيستوجرام فيه انتر اكشن فراكشن على الواي اكسس، وتحت في الاكس اكسس فيه الامينو اسيد ريزيديوز. لا هنا بقى بياخد الهيت ماب بتاخد في الاعتبار عامل التايم بتاع السيميليشن اهو على الاكس اكسس، تمام، بالنانو سكند، ويبقى عندي الواي اكسس في الامينو اسيدز ريزيديوز. تمام، طيب بالراحه كده هتلاقي هنا هو بيعمل كورليشن ما بين الامينو اسيد ريزيديوز وما بين السيميليشن تايم، وفي هنا عندي شيدز تمام او تظليل
او حاجات خطوط باللون الاورنج، يا اما تبقى خفيفه خالص زي مثلا هنا في الحتت دي، او تبقى تقيله قوي هايلي كوندنسنت زي الحتت ديت. طب ده بيمثل ايه؟ بيقول لك ان عندك الامينو اسيد الفلاني اللي كان عامل معاه انتر اكشن، كان الانتر اكشن جامد قوي اثناء انهي وقت من السيميليشن تايم. بمعنى اخر لو تفتكروا المثال بتاع الهيستوجرام، كان مين اكتر امينو اسيد الليجند بتاعي بيعمل معاه انتر اكشن؟ بالظبط الالانين. تمام، تحديد الالانين 248. طيب تعال نشوف كده الالانين 248 اهو، فعلا هتلاقي اكتر واحد الخط بتاعه تقيل عن باقي الخطوط هو الالانين 248. ده معناه ايه؟ ان هو كان اغلب استيميليشن تايم، وليكن انا كنت عامل سيميليشن لمده 150 نانو سكند، اغلب وقت استيميليشن كان الليجند بتاعي كان بيعمل فيه انتر اكشن مع الانالين 248 اهو، ان الخط بتاعه خلال السيميليشن تايم كان تقيل هايلي كوندنسد هاي شيدز هايلي اورنج. تمام، في حين ده بيبقى خطوط الاورنج فيه خفيفه. ده مثلا الامينو اسيد اللي هو ارجينين 251، ده مفيش خالص تقريبا. تمام، يا دوبك في اخر السيميليشن بس كده خطوط بسيطه. طيب ناخد حاجه مثلا ميديت انترميديت شويه، يعني مثلا ناخد الفالين، الفالين 236. ايه ميزه الهيت ماب؟ عرفت لي الانتر اكشن اللي هو كان اقل بقى شويه من الالانين 248، كان عامل انتر اكشن جامد قوي في انهي وقت من السيميليشن؟ كان هنا مثلا في حاله الفالين 236، كان مثلا في الوقت بتاع 10 نانو سكند لحد مثلا قول لحد مثلا 130، ده اللي كان الوقت عامل فيه انتر اكشن جامد مع الفالين 236. لكن بعد 130 نانو سكند كان مفيش انتر اكشن مع الفالين، وقبل ال 10 نانو سكند كان مفيش انتر اكشن مع الفالين 236. هل القصه اللي انا بقولها لك دي الهيستوجرام كان بيبينها؟ لا. فعشان كده الهيت ماب والهيستوجرام الاثنين كومبلمنتري لبعض، الاثنين بيكملوا بعض. واحد بيعرف لي اكتر انتر اكشن وانتر اكشن فراكشن قد ايه، ونوع الانتر اكشن كمان، هل هو هيدروجين بوند كان هو البريدومينيتنج، ولا كان الاكتر هو الايونيك، ولا كان الاكتر هو الووتر بريدج. كل ده بطلع بيه من الهيستوجرام. لكن عرفت كان انهي وقت فيه الانتر اكشن عالي قوي؟ لا، مين اللي عرفني بيه؟ هو الهيت ماب قال لي كان اكتر انتر اكشن لمثلا الانين 243 كان في الوقت اللي هو من فلان لفلان، مثلا كان من 100 من 10 مثلا نانو سكند لحد 130 نانو سكند. طيب انا بس نسيت اقول لكم على، مش قادر ارجع السلايد تاني عشان ما ابوظش الاوديو، التوب بانل اللي هي في حته كده بالشريط الازرق تمام فوق البتاع دي ما بتهمنيش. تمام، يعني الجمله دي ما تهمنيش، هو بس بيمثل لك في التوب بانل اللي فوق اللي هي هتلاقي كده زجزاج باللون الازرق فوق الشرط اللي انا شرحته لك، في زجزاج باللون الازرق تمام برضو ان فانكشن اوف تايم، بس هنا الواي اكسس بقى مش امينو اسيد ريزيديوز، لا بيبقى توتال كونتاكت. تمام، ده ما ببصش عليه قوي وما بيهمنيش قوي، هو بس بيعمل كورليشن ما بين التوتال كونتاكت تمام وما بين الاستيميليشن تايم. خلاص كل الكلام ده قلناه. البوتوم البانل ده بقى اللي انا شرحته لك اللي هي الخطوط الاورنج اللي انا لسه قايل لكم عليها. تمام، برضو كل الكلام ده قلناه. اهو ده شكلي بس بوضح لكم بيه، اهو ده كده نوع من انواع الووتر بريدج. خلاص، وقلنا ده دايركت انتر اكشن، الاكسجين كده شغاله كهيدروجين بوند اكسبتور. تمام، وهنا ده ان اتش فهتشتغل كهيدروجين بوند دونر. تمام، الامينو اسيد اللي هي باللون الاخضر ده دي هيدروفوبيك امينو اسيد، لكن الامينو اسيد اللي هي ايه باللون الازرق دي عليها تشارج، فدي ممكن تعمل ايونيك انتر اكشن. وعندك الكور اللي باللون الرمادي ديت، دي حاجه برضه هنتكلم عليها ان شاء الله دلوقتي، اللي هي عليها السولفنت اكسبوجر، يعني الاماكن المعرضه من الليجنت للسولفنت بتاعي اللي هو غالبا بيكون الميه. تمام، اخر حاجه ان شاء الله هنتكلم عليها هي الليجند بروبرتيز. في
في كذا بارامترز بنتكلم عليه في الليجند بروبرتيز. طبعا هو وده انا بتكلم هنا على الليجند بروبرتيز، يبقى انا كده ما بتطرقش خالص للبروتين. من البارامترز اللي بتكلم عليها في الليجند بروبرتيز هو الار ام سي دي والراديوس اوف جايريشن والانترا مولكيولار هيدروجين بوند والسيرفيس اريا، سواء كانت مولكيولار سيرفيس اريا او سولفنت اكسسبل سيرفيس اريا او بولر سيرفيس اريا. طيب اول حاجه الار ام سي دي او الليجند ار ام سي دي، دي قلناها قبل كده ان انا بشوف مقدار الاختلاف اللي بيعمله من الاخر، ده هو ده الليجند. ليجند ار ام سي دي المقدار اللي بيعمله الليجند بتاعي تمام مقارنه بالاوريجينال ليجند بتاعي. هتلاقي في التعريف كمان شويه اللي هو السلايد اللي بعدها اللي هو بيقول عليه ريفرنس فريم، يعني ايه الفريم بتاعي عند زيرو نانو سكند بتاع الليجند كان شكله ايه، وبعد كده المقدار الاختلاف اللي عامله اثناء السيميليشن عن الريفرنس فريم اللي هو عند زيرو نانو سكند كان قد ايه الاختلاف دوت، مقدار الانحراف قد ايه. فاللي بنمثل طبعا ده بنمثله بالار ام سي دي تمام. وقلنا الار ام سي دي بقى اليونتس بتاعها هي الانجستروم. طيب تاني بارامتر عندنا كلهم طبعا ايه اجينست، عندي هنا في الـ في الليجند بروبرتيز كله الواي اكسس، اسف الاكس اكسس هو التايم بتاعي بالنانو سكند، وعندي الواي اكسس بقى على حسب. هنا مثلا في الار ام سي دي طبعا هيبقى الار ام سي دي بالانجستروم. طيب عندي تاني حاجه نتكلم عليها قلنا الراديوس اوف جايريشن، وده اهمهم على الاطلاق. الراديوس اوف جايريشن او احيانا بيختصروه بار سمول بعد كده جي واي ار كابيتال تمام، او حتى ممكن يقولوا عليه ار جي تمام. كل دي صح. الراديوس اوف جايريشن ده من الاخر هو بيعبر لك عن الكومباكتنس بتاع البروتين وقد ايه ان البروتين بتاعك ده قافل على الليجند. طيب بالراحه كده يعني ايه، تعالوا كده، هو بيشوف الراديوس اوف جايريشن ده بيشوف اقل قيمه وبيشوف اعلى قيمه ويطرح الفرق بينهم. هنقول مثلا كانت هنا مثلا اقل قيمه ديت كانت مثلا قول 1 خلاص، وكانت اعلى قيمه عندي مثلا في الحاله دي كانت 2.7 او اسف قول مثلا 2 قول حتى يا سيدي 2.7 مثلا خلاص، يبقى انت كده عندك الفرق بينهم كام 1.7 صح، انت عندك 1 وعندك 2.7، فانت تقريبا كده عندك الفرق بين اقل نقطه وما بين اعلى نقطه كان حوالي 1.7 انجستروم. طيب القيمه دي دلاله على ايه؟ القيمه دي دلاله عن الكومباكت نس بتاعه البروتين، قد ايه البروتين بتاعك زانق على الليجند. طب ده هيفيدني في ايه؟ لا هيفيدك كل ما كان الكومباكت نس عالي بتاع البروتين، يعني قافلته على الليجند عاليه، انا كده ممكن اعرف ان الليجند هيعمل كونتاكت عالي قوي او انتر اكشن جامد قوي مع البروتين كله قريب من بعضه. الحاجة التانية هيديني انطباع هل الليجنت بتاعك ده ممكن يطلع بره البوكت ولا اللي البروتين بتاعك زاني عليه، من الاخر كده محلق عليه مش بخليه عارف يفلفص، فبالتالي عارف يشتغل كويس ويقفل البروتين بتاعي دوت او يعمل معاه انتر اكشن. والعكس كل ما كان الكومباكتنس بتاعة البروتين قليلة، يعني من الاخر بمعنى اخر يعني البروتين بتاعك فلافي تمام مش زاني قوي على الليجنت، معناها ان انت عندك كده ممكن الليجند يخرج بسهوله بره البوكت ويحشبك مع بوكت تاني في البروتين او حتى يطلع بره البروتين خالص، وفي نفس الوقت معناه ان الليجند بتاعك ممكن مش عارف يعمل انتراكشن، الفلكسبيليتي بتاعته عاليه قوي، الليجند اخد حريته قوي، فمن الاخر الحاجات الذرات مش قريبه من بعضها فمش قادر يعمل انتراكشن كويس. فبالشاهد ان كل ما كانت الكومباكتنس بتاعه البروتين اعلى او بمعنى اخر افضل، كل ما كان عندي الانتر اكشن ممكن يكون افضل وبالتالي الاكتيفيتي احسن تمام. ومين اللي بيعبر لي على الكومباكتنس دوت؟ هو الراديوس اوف جايريشن. عشان كده احيانا بنقول ان الكومباكتنس دي مفروض يعني كقيمه ما تزيدش عن 0.5 تمام، كل ما زادت عن 0.5 ده معناها ان الكومباكتنس بتاعه البروتين قليله. كل ما كان الفرق عالي قوي ده مش حاجه حلوه، لا حاجه مش كويسه، انا عايز الفروقات قليله فعشان ابقى انا ده انديكيشن تكون ان البروتين بتاعي كومباكت. كل ما كانت الفروق ديت
في الريديوس اوف جريشن اقل من 0.5 ده معناها ان البروتين بتاعي هايلي كومباكتد، مضغوط جامد وضاغط على الليجند. وكل ما كانت الفروق بين اقل نقطه واعلى نقطه كبيره، يعني اكتر من 0.5 مثلا، معناها ان البروتين بتاعك ده غالبا التندنس ان هو يكون فلافي اكتر، وبالتالي زنقته على الليجند اقل. طيب الانترا ميلوكولار هيدروجين بوند، هل المركب بتاعك بيعمل منه فيه هيدروجين بوند ظبطها مع نفسها بتعمل هيدروجين بوند ولا لا؟ تمام، دي كلنا اكيد عارفينها. طيب السيرفيس اريا، السيرفيس اريا اهو اللي هو المولر بنقول عليه، في عندي ثلاث انواع من السيرفيس، عندي مولوكيولار سيرفيس اريا، وعندي سولفنت اكسسبل سيرفيس اريا، وعندي بولر سيرفيس اريا. المولوكيولار سيرفيس اريا اللي بيقول عليها المول اس اي، وعندي سولفنت اكسسبل سيرفيس اريا اللي هو ساسا ده، وعندي البولر سيرفيس اريا اللي هو البي اس اي. بالراحه برضه طبعا الثلاثه اليونت بتاعتهم هو انجستروم سكوير، عشان دي طبعا اريا. تمام، طبعا نفس القصه اجينست الاكس اكسس بتاعي اللي هو سيميليشن. طيب طيب المولوكيولار سيرفيس اريا من الاخر ايه هي المولوكيولار سيرفيس اريا؟ المولوكيولار سيرفيس اريا اولا بيقول عليه احيانا فاندر فال سيرفيس اريا. تمام، طيب انا عندي، انا لما بحسب مثلا مساحه مربع او مستطيل، كل دي اخذناها في الحاجات الايه الماس. تمام، لكن انا عندي المركب الموليكيول هو عباره عن مجموعه من الذرات طالعه ونازله، لا هي على شكل مربع ولا على شكل مستطيل ولا على شكل دايره، اقدر احسب بيه السيرفيس اريا. طب انا احسب له السيرفيس اريا ازاي؟ قال لك ببساطه هنعمل هايبوثيسيس كده، تصور او تخيل ان كل ذره ليها، بيقول عليها سفير بروب، ليها من الاخر كوره. تمام، ويحسب مساحه مجموع الكور بتاعه كل ذره، يبقى هي دي بتمثل اللي بيقول عليها احيانا كل كوره دي بنقول عليها، لو تفتكروا فاندر فال راديوس، لو تفتكروا في البايو ايزوس دي بيقول عليها فاندر فال راديوس، عشان كده احيانا المولكيولار سيرفيس اريا بيقول عليها فاندر فال سيرفيس اريا. فيبدا يشوف كل سفير بتاعه كل اتوم قد ايه مساحتها، ويعمل سبميشن، يعمل جمع لكل السفيرز ديت كمساحه، وبالتالي هو دي بتمثل مساحه المولكيول او الجزيء بتاعه. طيب السولفنت اكسسبل سيرفيس اريا اللي بيقول عليها الساسه، تمام، دي بتمثل الاماكن اللي في الليجند اللي هي تبقى اكسبوزد تو السولفنت بتاعي، اللي هو عاده زي ما قلنا بيكون الميه. مساحه بقى الاماكن المعرضه للسولفنت ديت من الجزيء بتاعي هي دي بيقول عليها الساسه او السولفنت اكسسبل سيرفيس اريا. طيب لو عملت بس شفت الاماكن اللي هي تكون فيها نيتروجين او اكسجين وتكون معرضه للسولفنت واقيس مساحتها، دي ساعتها بيقولوا عليها بقى من الساسه بيقول عليها بي اس اي اللي هي البولر سيرفيس اريا، هي دي من الاخر كده الاماكن اللي من الجزيء بتاعي المعرضه للسولفنت، ولكن مش اي حته، الحتت بالظبط اللي فيها اكسجين او نيتروجين فقط. فده هي البولر سيرفيس اريا او بي اس اي، هي اقل طبعا من الساسه اللي هو سولفنت اكسسبل سيرفيس اريا. لو انت خدت بالك كده في طبعا دوت المين تشارت بتاعي، تمام، لو انت خدت بالك كده في رايت بانلز هنا بتمثل ايه؟ بتمثل بس الغالبيه البريدومينيتنج بارز هنا، يعني هنا في فلكتويشن، البريدومينيتنج بارز كانت في انهي حته من الشارت على الواي اكسس. فمثلا ناخد نقول مثلا ده، تمام، كان البريدومينيتنج لاين في النص، فهتلاقي البارز اللي في النص كانت هي الاعلى. طيب البريدومينيتنج ساسة مثلا كانت اثناء السيميليشن، يعني كانت الحته اللي تحت، بعد كده بدا يعلى اهو، فهتلاقي البار عند اللي هي تحت هي القيمه اكتر. من الاخر مش هتهمني قوي، هي بس الشاهد ان انا اعرف الفروقات ما بين الحاجات الاربعه الخمسه دمت في الليجند بروبرتيز. اهو كل الكلام ده انا قلته، radius of gyration خلاص برضو قلنا الكلام ده كله، والانترميوكلر هيدروجين بوند، ميوكلر سيرفيس اريا او الفاندر فال سيرفيس اريا كل الكلام ده خلاص قلناه، سولفنت اكسسبل سيرفيس اريا الساسه، والبولر سيرفيس اريا كل الكلام ده قلناه خلاص.
اهو دي بس حاجه توضيحيه اهو، انا عندي الكور اللي هي باللون الرمادي ديت، دي الاماكن من الليجند المعرضه للسولفنت بتاعي، الاتومز من الليجند بتاعي المعرضه للسولفنت بتاعي. هتلاقي هنا في الكربون بتاعت الاروماتيك، ودي الكربون بتاعت الاروماتيك وهكذا، وعندي ال NH وعندي الاكسجين وعندي الكربون اللي ماسك عليه، دي اسمها ايه؟ ساسه، سولفنت اكسسبل سيرفيس اريا. لكن لو اخدت في الاعتبار فقط الاكسجين والنيتروجين اهو، يبقى ده وده وده، يبقى ده هو ده البي اس اي او البولر سيرفيس اريا. اعتقد ما فيش حاجه تانية عايز اوضحها. تمام، شكرا جزيلا. طبعا لو في اي حاجه مش واضحه ان شاء الله ممكن نتواصل من خلال الواتساب. ان شاء الله اشوفكم على خير. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.